هذه المره يمكن الرابعه، بين طفى الكهرباء، بين اتصال، بين مشكله بالموبايل، يعني هذه عده امور تفاجئنا. عموما بالفيديو السابق اللي كان رقم واحد، قسمنا السبورة إلى أربعة أقسام. أحيانا هذه تكون الصورة مواضحة، فشي تسوي كي تعالج المشكلة؟ تصور الشاشة مالت الموبايل وتبدي عاديين تكبرها، تصغرها، تكتبها بالدفتر، ومن ثم من تسمع الفيديو وتشوف الشرح حتقدر تتابع بشكل سليم وبشكل سلس. الآن نتكلم على المثال اللي أعطيناكم إياه، وأكيد أنتم حليتوه لأنه نعرفكم طلاب أكتف مو باسيف، وبالتالي أنهم تقدرون تحلون هيش أسئلة بسيطة وبدون أي مشاكل. نجي على حل السؤال. فعندكم 2 4 6 8، هذا النمبرز اللي أعطيناكم إياه بالسيكم السابق. بالنسبة إلى الفاليو مالته 2 4 6، هذه الفاليوز الاوردر مالته، الترتيب مالته هو الأول والثاني والثالث والرابع. نجي ناخذ كل رقم على حدة، هذا هو أي 1، ايش قد الآن تساوي 1، ايش قد الفاليو مالته، المقدار مالته تساوي 2. فشو علاقة 2 ب 1؟ أكيد يعني شو علاقتها 2 في 1؟ أو يعني قال 2 س 2؟ ممتاز، عافية أبنائي. طيب بالنسبة لـ A2 شنو علاقة الأربعة بالـ N تساوي 2؟ يعني N يساوي 2، شنو علاقة 2 بالأربعة؟ لو 2 تربيع، لو 2 في 2. فبما أنه إحنا الأول مشينا ضرب، فهذا أيضا لازم يكون ضرب، ما يصير هذا ربعة وهذا نضرب أو نقسم، لا، كلها تمشي على سيكونس واحد بما أنها هي متتابعة. فإذا معناته 2 في 2. نجي على الستة، شنو علاقة والـ N شقد 3؟ شنو علاقة الستة بالثلاثة؟ إذن 2 في 3، مو صحيح؟ ف تلاحظ 2 هي ثابتة هنا. شنو علاقة 8؟ نجي على الفورث تيرم، شنو علاقة 8 بالأربعة؟ بالـ N تساوي 4، 2 في 4. تلاحظون كل السيكونس هذه هي أو التيرمز هذه هي 2 هي ثابتة. فإذا 2 أثبتها، ولدي يتغير منه، شوفوا هنا أنا الـ N1، هذا N1، هنا أنا شقد؟ N2، هنا 2 N، هنا أنا N3، 3 N، N4، 4 N. فإذا معناته الـ Nth term الحد النوني أو الـ General term هو مقدار 2، يعني إذا السيكونس تنكتب بهذا الصيغة. زين هاي السيكونس هل هي increasing, decreasing, oscillator؟ شنو كونستانت؟ تلاحظ عليه هي انكريزنج، تزداد، واضح؟ نجي على المثال الثالث. Find the formula for an الـ nth term، جد المعادله للحد النوني، ثم صف هاي السيكونس نوعها شنو هي؟ هل هي decreasing, increasing و oscillator؟ السوليوشن نجي ناخذ ايضا كل term على حده، هذا هو الـ a1 تلاحظه يساوي الاوردر مالت الواحد، الاي 2 الاوردر 2، الاي 3 الاوردر 3، الاي 4 الاوردر 4. الاي 1 هذا اللي تلاحظه شو يساوي؟ يساوي 1. طيب 1 ممكن يكون اي قيمه، بعدين نترك هذا الجزء هسه حاليا، نترك هذا الجزء بعدين نرجع عليه، لانه هنشوف اللي بعده، قلنا لكي نسوي استيميشن، نخمن السيكونس اللي احنا نتوقعها حيكون الفورمولا مالتها النهائيه. فالA2 هنا ايش قد الـ N؟ ممتاز، الـ N تساوي 2. طيب زين شنو علاقة الـ 2 هنا بهذا القيمة؟ شنو علاقتها؟ يعني 1 على 2. طيب نجي على N تساوي 3، شنو علاقة الـ N هذه تساوي 3 بالـ 3؟ 1 على 3. نجي على الـ N 4، شنو علاقة الأربعة هذه بالN؟ هي 1 على 4. طيب إذا بمعناته أنه تلاحظون أنه هذا الاثنين اللي هي هنا الاثنين نفسه معناته هي N يعني، وهذه 3 معناته أيضا N، وهذه الأربعة معناته N يعني 1 على N، يعني الN شبيه تتغير، وهنا هاي 1 على 1 معناته شنو؟ هذا الN تساوي 1، هذا الواحد هو هذا مالت الN، هو نفس اللي يجي هنا، واضح؟
فاذا معناته واحد عليها. فاذا الان الحد النوني الان الان تيرم هو يساوي لي واحد على ان. فالسيكونس اللي كتب بهذه الصيغه واحد على ان اللي هي اي ان لواحد على ان. والسيكونس شو نشوف هي انكريزنج ديكريزنج كونستانت اوسيليشن متذبذبه. شنو هي؟ بتلاحظ انه ديكريزنج. انا عرفنا انه نوع السيكونس وعرفنا الفورمولا مالته. وشكرا جزيلا.